أهلا بكم في أولى نشرتنا الاقتصادية. رعى محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج تدشين سوق أذونات الخزينة في بورصة البحرين بإدراج 11 إصدارا في هذا السوق عن مصرف البحرين المركزي. وقد أكد المعراج أن إطلاق سوق أذونات الخزينة يأتي في إطار التوجه العام لحكومة البحرين بدعم وتعزيز قطاع رأس المال في المملكة، والذي يعتبر واحدا من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني. كما أكد المعراج التزام المصرف المركزي بتطوير التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع رأس المال وفق المعايير الدولية المعتمدة، الأمر الذي من شأنه أن يتيح إدراج المزيد من الأدوات الاستثمارية والتعامل فيها ضمن بيئة تشريعية وفنية تحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة وتعزز ثقتهم في البنية التشريعية للقطاع ومؤسساته. يعني منذ فترة كجزء من استراتيجيتنا في تطوير أعمال البورصة حبينا أنه أيضا ندرج أدوات استثمارية جديدة، واللي طبعا أهمها هي أذونات الخزانة وسندات اللي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين. هذا بتوسع من القنوات الاستثمارية المتاحة، وإحنا يعني في هذا المجال نعتبر من أول دولة تقريبا في المنطقة اللي تدرج سندات وأذونات الخزانة في البورصة المحلية. إحنا أولا سعيدين اليوم أن ندشن سوق الأذونات الخزانة، اللي أعتقد راح يضيف إضافة بارزة ومميزة بالنسبة للأدوات الاستثمارية في سوق بورصة البحرين. أعتقد تنوع المنتجات راح يتيح للمستثمرين اليوم فرص يعني استثمارية واعدة، يعني ممكن تحسن من ودائعهم، تحسن من إيداعاتهم، تحسن من استثماراتهم. التنوع دي مطلوب في إعطاء عمق أكبر لسوق بورصة البحرين.